وصعد هو الإمام علي بجانبه وقال أيها الناس، كما في صحيح مسلم، بداية الحديث في صحيح مسلم وأواخره في مسند أحمد وغيره. يعني مشتت دائما، فضائل البيت يأتي فيها تشتيت ما تحتمل كلها، كلها ما تحتمل. هم يبغون يصدقون لكن هناك سلطات ظالمة خاصة بني أمية وبني العباس، ربما لهم عذر ربما لهم عذر، كلنا الله يحاسبه بنيته. فصعد فوق مجرد أن يوقف الناس وأن يأمر السابقين أن يعودوا وأن يأمر من المتأخرين أن ينتظر حتى يجتمع الناس، وهم خلاصة المهاجرين والأنصار الذين فيهم الحكم والشورى والعدد لا ليس 100,000 كما يقال كما يقول الشيعة. حجاج اليمن رجعوا، حجاج النجد رجعوا، حجاج ناحية الأواسط نجد رجعوا. إذن ما هو العدد؟ هذا العدد في قد لا يتجاوز من 15 إلى 20,000. لا، يقولون أقل تقدير 70,000، أقل تقدير. لا لا، هذا تصحيحي أنا، لا لأن هذا خاص بالمهاجر والأنصار اللي هم عندهم عندهم الأمر والنهي. أليس هو مفترق طرق؟ لا، هو في مفترق، لكن اليمن يعني أسلموا على يد علي، رجعوا كثيرا. نعم. وخزاعة أكثر خزاعة قبل الغدير، فقد توقفت في ديارها لأنها ليست صاحبة قرار. واليمن ليس، يعني شوف الحكمة في خلوص هؤلاء حتى يسمع الخطاب ويفهم، لأن الضوضاء الكثيرة أحيانا قد تفقد المعنى. هو صجوا عليه في حار عرفة لما أرادوا ضجوا الناس كانوا 100,000. هنا في سر في مكان الغدير. وجدت طبعا سأكمل الخطبة ثم أذكر تجربتي أنا مع الغدير. مع الغدير لما صعد، مجرد أن يوقفك في الطريق، يعني أنا الآن لو صحيح هو في الهجير كان حار. أي نعم 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 نعم، وكانوا يستترون حتى يتفرشون الأردية وكذا. ليس لأمر أني أحب علي ويحبني علي، يعني مو معنى. أنا دائما أقول بعض الأخوة، لو نحن حججنا 20 واحد وأوقفت في الطريق وقلت السيارات السابقة تعود واللاحقة كذا وسأقول لكم حاجة، ثم آتي وأقول ترون إبراهيم حبيبي وأنا أحبه، ألا يقولون مجنون؟ لا يتناسب، ما يتناسب. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس معقولة، قضية أخطر من هذا بكثير. فلذلك أيها الناس أوشكوا، حتى بداية الخطبة في صحيح مسلم، أوشكوا أن أدعى فأجيب، وفي لفظ يوشك داعي ربي أن يدعيني فأجيب. نعم. وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ثم يقول من أولى الناس منكم بأنفسكم؟ قالوا أنت يا رسول الله 3 مرات. ثم قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى 3 مرات. جميل. وفي رواية أخرى أليس النار حق وعيسى ابن مريم حق والجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. يعني إذن فمن كنتم أولى كبيرة، أي يعني الحقائق يعطيهم. نعم. من كنتم أولاه فهذا مولاه، ورفع يد علي، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره وابغض من أبغضه، واخذل من خذله وأعز من إلى آخره. هذه طبعا ليس كلها في مسلم. مسلم روى شطرا، أحمد روى شطرا، النسائي في الخصائص روى مجموعة كبيرة منه.